القبض على صاحب مركب الهجرة غير الشرعية برشيد و15 آخرين من المتورطين في الحادث الذي أسفر عن مصرع أكثر من 200 شخص. تواصل الضربات الجوية والبرية على أحياء الشرقية في حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. الأمم المتحدة تدعو لدعم الحكومة الليبية والالتزام بحظر السلاح، والسراج يدعو من فرنسا إلى الحوار لتجنب الحرب الأهلية. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. مرحبا بحضرتكم. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة اليوم من إلقاء القبض على صاحب مركب الهجرة غير الشرعية والتي غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد الأربعاء الماضي. وقال مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي إنه تم ضبط 15 شخصا آخرين هم طاقم المركب والسماسرة المتورطين في الحادث، واعترفوا باشتراكهم في ارتكاب الواقعة وتحصيلهم المبالغ المالية المضبوطة لديهم من أهالي المجني عليهم نظير تهجير أنجالهم لدول أوروبية. أسفر حادث غرق مركب رشيد عن 202 حالة من الوفيات. وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ورفعته إلى رئيس مجلس النواب. يضم مشروع القانون المقدم من الحكومة 34 مادة تهدف إلى التعريف بعقوبات الجريمة وماهية الجماعات الإرهابية المنظمة، كما خصص مشروع القانون أيضا بابا للجرائم والعقوبات. مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب يقع في 34 مادة غير مواد الإصدار الأربع. المواد تحدد العقوبات التي تقع على مرتكب هذه الجريمة أو المشارك فيها، وتغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد وغرامة من 200 ألف جنيه إلى 500 إذا حدث وفاة للمجبرين على الهجرة. العقوبة الرادعة الزاجرة، وأرى أن ما تضمنه مشروع القانون من عقوبات يحقق هذا الهدف، إنما ليست زيادة العقوبة هي الإجراء الوحيد لمكافحة الجريمة. إذا كانت عمليات الهجرة غير الشرعية تتم من تنظيم إجرامي بهدف دعم تنظيمات إرهابية مثلا، أو إذا كان عدد المهاجرون المهربون أكثر من 20 تصل أيضا العقوبة لحدها الأقصى. تعتمد فلسفة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتصدي للقائمين على الجريمة، لكن المشكلة في كل أركانها تحتاج إلى جهد من السلطة التنفيذية. وبموجب القانون يكون المجلس القومي للأمومة والطفولة هو من ينيب عن أسر الأطفال المهاجرين، كما يتم إنشاء صندوق يتولى رعاية المهاجرين إيراداته من الموازنة العامة والتبرعات، ويتبع رئيس مجلس الوزراء. تنظيمه يعني هيكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وممكن تنص فيه كل اللي انتوا عايزين تضمنوه وتحققوه من ضمانات، مفيش مشكلة ابدا. احنا يعني كحكومة ما عندناش اي مشكلة نضمن الرقابة على المال، سواء كان مال عام او مال تبرعات او هبات. المصريين في الخارج نفسيهم ليه مش مشاركين في مجلس ادارة هذا الصندوق او في اللجنة اللي هيشكلها في وزير الخارجية؟ ضرورة، لان هم اللي متواجدين على الارض هناك، ويبقى هم يخشوا بالرأي وبالفكر وبالمشورة. جهات معنية كثيرة تشارك البرلمان في مناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. يحاول المشرع المصري ان يتفاعل دائما مع مجريات الاحداث، ونظرا لتفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية ووقوع الكثير في براثن هذه الجريمة، كان القانون الجديد الذي يعتبر آلية من آليات مجابهة هذه الظاهرة. من مجلس النواب رأفت الفقي، التلفزيون المصري. ناقشت وزير التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع السفير السويسري لدى القاهرة سبل دعم
بلاده لمشروع إزالة الألغام في إطار جهود الدولة من أجل تطهير الساحل الشمالي وشمال سيناء من مخلفات الحروب استعدادا لإقامة مشروعات تنموية بها توفر فرص عمل للشباب والمرأة. تناول اللقاء التنسيق لتوقيع إعلان نوايا مشترك لتفعيل استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين في الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020، وكذلك الإعداد لزيارة الوزيرة إلى سويسرا المقرر عقدها في نوفمبر القادم. صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بتعرض أحد البنوك التجارية بشارع السبتية دائرة قسم شرطة بولاء أبو العيلة الليلة الماضية لمحاولة سطو مسلح من قبل أحد الأشخاص، حيث قام بمحاولة هامة الباب الزجاجي للبنك، ولدى محاولة أفراد تأمين فرع البنك المكون من عريف شرطة وفرد أمن التصدي له، عجلهما بإطلاق الأعيرة النارية من طبانجة بحوزته مما أسفر عن إصابة عريف الشرطة وتمكن من الفرار. هذا وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بفحص كاميرات البنك لتحديد شخصية الجاني وضبطه، وتم نقل العريف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الطيران المدني عن نتائج لقاء وزير الطيران المدني شريف فتحي بوزير النقل الروسي حول استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا. وذكر بيان الوزارة أن الاجتماع استعرض الإجراءات الأمنية المطبقة بمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وما تم اتخاذه من خطوات لزيادة أمن الطيران بالمطارات المصرية من تأمين للركاب والحقائب والطائرات. وصرح وزير الطيران المدني أن الوزارة تدرس اتفاقية ثنائية بين البلدين تتضمن الإجراءات الأمنية التي سيتم اتباعها عند استئناف حركة الطيران بين البلدين، موضحا أن الاتفاقية تعتمد في بنودها على الإجراءات التي أقرتها منظمة الإيكاو ومدرجة بالفعل في البرنامج القومي لأمن الطيران المصري. من جانبه أكد وزير النقل الروسي على أن محادثات استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر قطعت شوطا كبيرا بفضل تعاون الجانب المصري، وأن هناك استعدادات كبيرة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في القريب العاجل. يلتقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري بوفد مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية بمقر وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يبحث شكري مع الوفد السوري جهود مصر في رفع المعاناة عن الشعب السوري وإيقاف الحرب الدائرة، كما يبحث اللقاء آخر تطورات المفاوضات الحالية بين الحكومة والمعارضة السورية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للمحادثات السياسية. ميدانيا، أفاد مصدر بالجيش السوري بأن الطيران الحربي شن ضربات جوية مركزة على حلب ومناطق قريبة منها، مستهدفا المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في ريف المدينة. في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري الهجمات البرية على عدة جبهات بالمدينة، يأتي هذا في الوقت الذي أصابت فيه غارة جوية مستشفيين في شرق مدينة حلب السورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو ما أدى إلى توقف العمل في إحداهما بحسب مصادر طبية. دمشق وحلب وحماة وحمص مدن رئيسية باتت تحت سيطرة الجيش السوري، ولم تبق إلا حلب. حلب التي أصبحت آخر مدينة رئيسية يقاتل من أجلها الرئيس السوري بشار الأسد، فبدون حلب لن يكون الأسد رئيسا قويا لسوريا، وحتى يقضي على أي بديل من خلال حرمان المعارضة المسلحة ما تعتبره عاصمتها. الجيش السوري بدعم من القوات الروسية شن على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من حلب على عدة جبهات في أكبر هجوم بري حتى الآن في إطار حملة عسكرية ضخمة جديدة لاستعادة تلك المناطق وتحقيق نصر عسكري حاسم، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية لإيجاد مخرج من الأزمة من خلال فرض منطقة حظر جوي لمنع قصف مناطق المعارضة المسلحة والتي باتت في وضع أقرب للهزيمة، مما يشكل صفعة للقوى الغربية التي تدعم المعارضة.
وفقا للموقف حاليا أشك في أنه سيكون بإمكاننا فرض منطقة حظر جوي في الوقت الحالي. من الواضح أن الأمر رهن بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا لاتخاذ خطوات لتحسين فرص وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية. مصادر سورية أكدت أيضا أن الجيش السوري استعاد حي الفرافرة بالمدينة القديمة في حلب، وأن وحدات هندسية تزيل الألغام من المنطقة، فيما لا تزال القوات الحكومية والموالية لها تحتشد في عدة مناطق في حلب والتي قسمت إلى قطاع غربي يسيطر عليه الجيش وقطاع أصغر محاصر تسيطر عليه المعارضة. ويعتقد أن أكثر من 250 ألف مدني محاصرون داخل الجزء المحاصر الذي تسيطر عليه المعارضة من مدينة حلب، والذي تعرض لقصف مكثف على مدى الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، الكثير منهم تحت أنقاض مباني انهارت بسبب القصف باستخدام قنابل خارقة للتحصينات. رفضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة دخول مدينة رستن في ريف حمص الشمالي عقب استهداف طائرات الجيش السوري للطريق وكان من المقرر أن تسلكه. وأفادت مصادر المعارضة السورية أن مقاتلات حربية قصفت الطريق إلى المدينة فور وصول قافلة المساعدات إلى معبر بلدة الدار الكبيرة، الأمر الذي دفعها إلى التراجع خوفا من استهدافها على غرار ما حدث في ريف حلب قبل أسبوع. تتكون القافلة من 36 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية مقدمة من الأمم المتحدة ومصحوبة بوفد من الهلال الأحمر السوري. من ناحية أخرى، بدأت القوات التركية وقوات التحالف الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية عسكرية لتطهير المدن الحدودية مع سوريا من تنظيم داعش الإرهابي. واستهدف الطيران التركي مدينة كركميش، بينما قصفت المدفعية التركية مدينة جرابلس. تأتي العملية العسكرية قبل ساعات من زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنقرة لإجراء مباحثات حول الأوضاع في سوريا. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 364 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية إضافية للسوريين المحاصرين في سوريا، يصل إجمالي الإنفاق الأمريكي على المساعدات الإنسانية لسوريا إلى نحو 5.9 مليار دولار. يأتي هذا فيما حذر رئيس منظمة الخوذات البيضاء السورية العاملة بالأحياء الشرقية في حلب من تردي الأوضاع الإنسانية هناك في ظل الهجوم البري والجوي الكثيف على شرق المدينة. مع تصاعد وتيرة الهجمات الجوية والبرية على الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، لا يجد سكان تلك المناطق مأوى أو مخبأ من القنابل الخارقة للتحصينات سوى الجلوس في بيوتهم انتظارا للموت. ما في أي مكان ممكن تلجأ له الناس يحميهم من الغارات. كل واحد قاعد عم يستنى أنه ينقصف. مسؤول منظمة الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة المسلحة رائد الصالح والمعروفة باسم الخوذات البيضاء حذر من تردي الأوضاع الإنسانية في حلب، خاصة مع التناقص الشديد في المستلزمات الطبية بالمناطق المحاصرة والتي قد لا تصمد لأكثر من شهر بسبب التدمير المتواصل لما تبقى من الخدمات العامة. من أيام مضيت على الحملة على حلب اللي نحن قدرنا نسجله نحصيهم هني 1700 غارة جوية، 19 غارة بالقنابل الارتجاجية، وحوالي 200 غارة بالقنابل العنقودية والفوسفورية المحرمة دوليا. ويعتبر رئيس الخوذات البيضاء أن الفشل في إنهاء مأساة سوريا هو فشل للأسرة الدولية والبشرية عموما التي عجزت عن وضع حد لحرب أوقعت أكثر من 300 ألف قتيل خلال نحو 6 سنوات وسببت أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تصاعد العنف في حلب. إن تصاعد وتيرة القتال في حلب يسقط عددا أكبر من الضحايا يوميا. منظمة الصحة العالمية تدعو للفتح الفوري لممرات إنسانية لإجلاء المرضى والمصابين من المناطق الشرقية بالمدينة.
قالت المنظمة إن 35 طبيبا فقط موجودون بالمنطقة ويقومون برعاية أكثر من 250 ألف شخص. وأشارت إلى أنه لا تزال هناك 7 مستشفيات فقط في شرق حلب وبعضها لا يعمل بشكل كامل، وأنه ما من سبيل أمام المدنيين لمغادرة المدينة المحاصرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل النيل لقاء شحادة. لقاء، كيف تتابع تطورات والوضع الميداني في سوريا؟ نعم، حقيقة هذه التطورات هي في حالة من التصعيد منذ أن فشلت الهدنة وأعلن يعني بشكل شبه تام عن فشلها من قبل ما يسمى برعاتها الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا. بعد هذا الفشل كان هناك المزيد من تكثيف الغارات ومن القصف الذي قامت به الحكومة السورية على الأحياء الشرقية، كما قلنا في وقت سابق، لإخراج هذه المنطقة من متداول المفاوضات والضغوط السياسية والإعلامية على الحكومة السورية. بكل الأحوال الغارات الجوية مستمرة على هذه الأحياء الشرقية وعلى المحاور التي المحيطة بهذه الأحياء، خاصة وأن هذه المحاور يعني تشهد يوميا دخول المزيد من العربات المسلحة ودخول المزيد من المسلحين للحشد إلى المعركة الكبرى لمسألة السيطرة على هذه الأحياء الشرقية. عموما يوم أمس الجيش السوري تقدم في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة حلب وأعلن سيطرته الكاملة على حي الفرافرة، وهو حي أهم جدا إن يعني كانت تراهن التنظيمات المسلحة على بقائه تحت سيطرتها، إلا أنه عموما استرجع من قبل الجيش السوري. الغارات السورية لم تزل مستمرة في العديد من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية وكذلك الشمالية وعلى أيضا الشمالية. طبعا التنظيمات المسلحة والمعارضة سواء الخارجية أو الذين يعملون مع المعارضة يقولون أن الجيش السوري كالعادة يستهدف المدنيين والسكان الآمنين، بينما هذا الأمر الجيش السوري والحكومة السورية بالمطلق، ويقولون أنها ذرائع لإيقاف هذه العملية العسكرية التي سوف تقلب الموازين وتغير يعني تغير نقاط الصراع على الأرض. المجموعات المسلحة بدورها قامت منذ يوم أمس وحتى اليوم بقصف الأحياء المدنية في مدينة حلب، الأحياء المدنية الآمنة في مدينة حلب، مثلا كحي العزيزية الذي ذهب يعني عشرات الضحايا بين فقيد وبين مصاب بجروح نتيجة هذا القصف بصواريخ جراد وكذلك بقذائف الهاون. هذا بالنسبة لمدينة حلب. بالنسبة لمدينة دمشق، حاليا هدأت عملية الاستنفار نتيجة الاشتباك الذي قامت به المجموعات المسلحة مع الجيش السوري ونقاط الجيش السوري في مدينة قدسية وكذلك في مدينة برزة. تدخلت المصالحات المحلية وتدخل الأعيان والوفاء مع الحكومة السورية والجيش السوري لإنهاء هذه الأزمة. الآن العملية يعني الهدوء يعني مستتب في المكان. نعم. لكن عمليا ذهب بعض الضحايا سواء من الجيش السوري والمجموعات المسلحة التي تسيطر على هاتين البلدتين المحيطتين في مدينة دمشق وهما قدسية، مساكن قدسية وكذلك برزة. أيضا في ريف حماة هناك معارك لم تزل مستمرة. الجيش السوري يوم أمس يعني وحتى الفجر أخلى بلد القاهرة أو ما يسمى بقرية القاهرة وهي في سهل الغاب بعد أن حاصرتها المجموعات المسلحة. الجماعات المسلحة تقول أنها استولت عليها. الجيش السوري يقول أنه أعاد تموضعه في هذه المنطقة وأن المعارك لم تزل جارية. عموما يعني هذه هي أهم التطورات. فقط ما يشهده ما تشهده الغوطة الشرقية منذ يوم أمس وحتى اليوم هو معارك عنيفة بين الجيش السوري وجيش نعم. الإسلام الذي يقبع في دوما. نعم. بالمختصر هذه هي أهم التطورات. نعم. مراسل النيل من العاصمة السورية دمشق، لقاء شحادة، شكرا جزيلا لك. وإلى الشأن العراقي، حيث شرعت القوات العراقية اليوم في عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على جزيرة الدولاب شمال غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. وقد ذكر مصدر عسكري أن القوات اقتحمت منطقة دنجة بعمق كيلومتر واحد وتمكنت من قتل عدد من الإرهابيين. أشار المصدر أيضا إلى أن العملية شاركت بها كتيبة مدفعية وقوات الفرقة السابعة بالجيش وقيادة عمليات الجزيرة.
وفي العراق أيضا أفاد مراسل النيل بمقتل وإصابة 15 شخصا جراء تفجيرين منفصلين شمال غرب العاصمة العراقية بغداد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مراسل النيل تحسين طه. تحسين، ما هي ملابسات مقتل وإصابة العشرات بتفجيرين بالعراق كما ذكرنا في هذا الخبر، وماذا عن الوضع الميداني الآن؟ أهلا بك زميلتي. أهلا بك. حقيقة يعني بعد يوم دامي يوم أسد وهجوم في أربعة يعني جماعات متفرقة في العاصمة بغداد بسيارات بحزامين وبعبوتين، اليوم أيضا شهدت العاصمة بغداد انفجار عبوتين نفسين في شمال غرب العاصمة بغداد. الانفجار الأول حدث في منطقة الشعلة الشعبية وأسفر عن وقوع تسعة أشخاص بين شهيد وجريح، وكانت هذه العبوة الناسبة موضوعة في قرب أحد الأسواق الشعبية هناك. في وقت قريب جدا من هذا الانفجار حدث انفجار آخر عن طريق عبوة ناسبة أخرى في منطقة الحرية الثانية أيضا تقع في شمال العاصمة بغداد وقريبا من مدينة الشعلة. وضعت العبوة اللاصقة في سيارة فاص صغير أودت بحياة اثنين من المواطنين وجرح أربع آخرين من بينهم سائق الباص. هذه الهجمات جاءت يعني كما تعرفون بعد هجمات عنيفة يوم أمس راح ضحيتها ما يقارب 80 شخص بين شهيد وجريح في بغداد الجديدة وفي منطقة الدورة وأيضا في البياع. نعم، لماذا هذا في رأيك بالأمس واليوم تحسين، لماذا هذا التصعيد الذي نراه الآن؟ نحن كنا نتوقع هذا التصعيد، وحتى القيادات الأمنية قد أشارت إلى أن هنالك معلومات تشير إلى استنفار لدى جماعات وخلايا داعش الإرهابية الموجودة في العاصمة بغداد في هذه الفترة، وقد يعني تزامن هذا الأمر مع موجة من الإجراءات المشددة والإجراءات الاحترازية التي تتزامن مع التفتت العسكري الذي يحدث في مختلف المواقع وبالتحديد في الأنبار كما تعرفون من القوى الأمنية. اليوم ومنذ أمس أطلقت عملية استعادة منطقة جزيرة الدولة التابعة إلى قضاء هيت غرب محافظة الأنبار واستطاعت منطقة كبير. اليوم أعلنت قيادة الجزيرة والبادية أنها استطاعت أن تلقي القبض على اثنين من عناصر داعش ويحملون الجنسية السورية، فضلا عن مقتل ما يقارب من 30 شخصا بضربات من قبل طيران التحالف الجوي الذي يشارك بفاعليه في هذه العمليات. فمن الطبيعي جدا ان تكون هذه الهجمات هي رد فعل من جماعه داعش، لكن الغريب ان هذا الرد لحد الان لم يكن هناك استحداث كافيه في نعم. طيب تحسين، ماذا عن العملية العسكرية التي قام بها الجيش العراقي لاستعادة السيطرة على جزيرة الدولاب شمال غرب الرمادي؟ نعم يعني زميلة، في حقيقة القوات الأمنية شرعت في عملية استعادة الدولاب التابعة لقضاءات يعني بشكل مكثف. نعم. قيادة عمليات الجزيرة والبادية تشارك بشكل أساسي فضلا عن الفرقة التابعة للجيش العراقي وطيران التحالف الدولي وطيران القوة الجوية العراقية أيضا يشارك بتوجيه بعض الضربات، فضلا عن الحشد العشائري الذي له اليد الطويلة حقيقة في هذه المناطق كونه من العارفين جدا بمسالك الأرض وطبيعة الأرض، ويساعد القوات الأمنية على كيفية الحدود والتوغل في هذه المناطق الوعرة جدا. جزيرة الدولاب لا تقل شأنا عن جزيرة القادسية التي تم تحقيقها وجزيرة الرمادي التي تم تحصيلها، وبالتالي سنقول يمكن أن تحسن القضية في جزيرة الدولاب اليوم أو بعد أو غد يعني. نعم. سنتواصل معك تحسين طه، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك. دعا مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر دول العالم إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة وبذل المزيد لوقف نقل الأسلحة إلى البلاد. وأشار كوبلر إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من فساد وغياب لحكم القانون يظهر في المراكز التي تديرها الدولة لاحتجاز المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وأكد كوبلر على ضرورة أن يحافظ المجتمع الدولي على الترابط من أجل نقل حكومة الوفاق الوطني
إلى مرحلة تستطيع عندها التصدي للقضايا الراهنة، وأن على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام حظر السلاح حتى لا تصل أسلحة لأي من الأطراف المتصارعة. من جانبه دعا رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج كافة الأطراف إلى ضرورة إجراء حوار بناء لتجنب اندلاع حرب أهلية في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السراج في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وأعرب السراج عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع بصورة متوازنة. لا أفق للحل السياسي في ليبيا، وأصبحت الآن الكلمة الفصل للميدان بعد فوضى وانقسامات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، في وقت لا تزال تشهد فيه البلاد تنافسا بين سلطتين، حكومة وفاق في طرابلس وبرلمان في الشرق معترف به دوليا ويدعمه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. حكومة الوفاق تسعى برئاسة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تسعى لدعم دولي من أجل حل الأزمة الليبية، خاصة من فرنسا والتي لها دور رئيسي في محاربة الجماعات المسلحة في ليبيا، حيث التقى السراج الرئيس فرانسوا أولاند واتفق على تنسيق التعاون العسكري والأمني بين البلدين وضرورة العمل على استقرار ليبيا اقتصاديا وأمنيا. من ضمن المواضيع اللي كانت أولويات لقائنا اليوم موضوع مكافحة الإرهاب، وكان أهم المواضيع اللي تم تناولها، فموضوع مكافحة الإرهاب أعتقد إشكالية أو موضوع مشترك بين المجتمع الدولي ككل، وليبيا جزء من هذه الأسرة الدولية. فرنسا لعبت دور رئيسي في مكافحة الإرهاب، وكما تضررت من يد الإرهاب تعمل على مساعدة الآخرين في التخلص واجتثاث الإرهاب. الرئيس الفرنسي من جانبه أكد أن بلاده لن توفر أي جهد لدعم حكومة الوفاق الليبية، وخصوصا على صعيد مكافحتها للإرهاب لعدم تكرار المأساة السورية في ليبيا. فرنسا ستساعد حكومة الوحدة الوطنية في تصديها للإرهاب، ونحن نتعاون معا ما دام ذلك ضروريا، لأن مصلحة المجتمع الدولي تكمن في وجود ليبيا مستقرة وآمنة. وفي جنيف حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من أن هذا البلد يواجه مأزقا سياسيا وتطورات عسكرية خطيرة، منددا بتأثير العنف على المدنيين، داعيا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى عدم الاستهانة بمخاطر تصاعد التوتر في ليبيا والتي لا تزال تنزف نتيجة للفوضى والانقسامات. قصفت طائرات دول التحالف العربي مواقع لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها. وقد استهدفت الغارات معسكر الحفل للحرس الجمهوري شرق صنعاء ومنطقة الصباح غرب العاصمة. بالتزامن لقي 9 من عناصر ميليشيات الحوثيين مصرعهم، وأصيب العشرات في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة في محافظة تعز، فيما قتل جندي وأصيب 7 من قوات الجيش والمقاومة جراء القصف العشوائي للحوثيين على المناطق السكنية. من جهة أخرى استهدفت المدفعية اليمنية تجمعا للمتمردين جنوب تعز وأوقعت 5 قتلى في صفوفهم، فيما أصيب 2 آخران. بانوراما المتواصلة معكم، وفيها بعض أخبار الاقتصاد. حوالي 32 ألف شخص موقوفون قيد التحقيق على خلفية محاولة التمرد في تركيا، وأنقرة تقول إن واشنطن سترد قريبا على طلب القبض على جولان.
القبض على صاحب مركب الهجرة غير الشرعية برشيد وخمسة عشر آخرين من المتورطين في الحادث الذي أسفر عن مصر أكثر من 200 شخص. تواصل الضربات الجوية والبرية على الأحياء الشرقية في حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. الأمم المتحدة تدعو لدعم الحكومة الليبية والالتزام بحظر السلاح، والسراج يدعو من فرنسا إلى الحوار لتجنب الحرب الأهلية. والآن مع وقفتنا الاقتصادية، التفاصيل مع الزميلة مجد القاضي. إليك مجد. الزميلة دينا وغادة، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها مودرز تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر تتحسن بشكل تدريجي، وتقول أن النمو الاقتصادي سيكون مدعوما بالاستثمار العام والخاص. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. قالت مؤسسة مودرز للتصنيف الائتماني أن النمو الاقتصادي لمصر سيكون مدعوما بالاستثمار العام والخاص فضلا عن الاستهلاك الخاص. وأشارت مودرز أن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، لكن الأوضاع الاقتصادية والمالية تتحسن بشكل تدريجي. في البورصة المصرية تباين أداء المؤشرات الرئيسية مع ميل للانخفاض حتى منتصف تداولات اليوم الأربعاء، بضغط من تصريحات حول مراجعة ضرائب الأرباح الرأسمالية العام المقبل. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركة المقيدة بالبورصة نحو نصف مليار جنيه إلى مستوى 404.16 من الألف مليار جنيه بعد تعاملات بلغت نحو 817 مليون جنيه. من جهة أخرى، قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار الأول من شهر محرم عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد على أن يستأنف العمل في اليوم التالي. كان البنك المركزي قرر اعتبار الأول من شهر محرم عطلة رسمية بجميع وحدات الجهاز المصرفي بمناسبة العام الهجري الجديد. وأوضح البنك أنه سيتم استئناف العمل في اليوم الثاني من شهر محرم. أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية في توسيعة الشراكات مع المنظمات الأهلية لتحسين فرص توظيف الشباب المصري من العاطلين عن العمل. وأوضح وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن البرنامج القومي العاجل لتشغيل كثيف العمالة الممول من الاتحاد الأوروبي للاستثمار في مجال التوظيف السريع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر ب 70 مليون يورو، وقد استفاد من المشروع فعليا أكثر من 38 ألف شخص بتوفير فرص عمل في الأحياء الأكثر فقرا بالبلاد. صرح وزير الزراعة السوداني إبراهيم الدخيري بأن السودان أعد ملفا كاملا حول التعاون الزراعي مع مصر بناء على التواصل الدائم بين الجانبين، وسيتم طرحه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة يومي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل بالقاهرة، والتي تسبق قمة الرئيسين السيسي والبشير. وأضاف الدخيري أن هناك اتفاقيات تعاون ذات برامج تنفيذية محددة بين مصر والسودان سيتم طرحها ضمن أعمال اللجنة الوزارية، لافتا إلى وجود مشروعات تكامل تحتاج لنظرة جديدة حتى تساهم في دفع التعاون بين الجانبين. ارتفعت أسعار النفط في تداولات متباينة اليوم عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة، مع بيانات تشير إلى انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكي. بالرغم من أن أجواء القلق من عدم وجود اتفاق بين المنتجين على خفض الإنتاج حدت من المكاسب. هذا وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 12 سنتا إلى 46.9 من المئة من الدولار للبرميل بعد أن انخفض 1.38 من المئة دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 44.72 من المئة دولار للبرميل بعد أن أهنها تعاملاته منخفضا 1.26 من المئة دولار في الجلسة السابقة. نهاية وقفتنا الاقتصادية مشاهدينا، وعودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزميلات دينا وغادة، شكرا لكم. شكرا للزميلة مجد القاضي.
قال وزير العدل التركي بكر بوزدهج إن الولايات المتحدة أبلغت بلاده أنها سترد خلال يومين على طلب القبض على فتح الله جولن الذي تلقي تركيا باللوم عليه في محاولة التمرد الفاشلة في 15 من يوليو الماضي. وقد أعلن أن السلطات التركية اعتقلت 32 ألف شخص رسميا في إطار تحقيقاتها بشأن محاولة التمرد الفاشلة. وأضاف أيضا أن 70 ألف شخص في المجمل عرضة للإجراءات القانونية للاشتباه بصلاتهم بجولن، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى المزيد من المنشآت لمحاكمة كل أتباع الذين تعتبرهم أنقرة تنظيما إرهابيا. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة دوليون آخرون حضور جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز يوم الجمعة المقبل. كان بيريز قد توفي فجر اليوم في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عاما. أصيب بيريز بسكتة دماغية قبل أسبوعين، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبيريز هو الشخصية الأخيرة من جيل مؤسسي إسرائيل وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين في عام 1993. أدى رئيس الجابون علي بونغو اليمين القانونية لفترة ولاية ثانية في احتفال محدود بعد نصر صعب في انتخابات شكك مراقبون دوليون في نزاهتها. وفي كلمته بهذه المناسبة دعا الرئيس إلى الوحدة سعيا لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وأشار أيضا وأثار إلى أن أقل من 6000 صوت مخاوف باحتمال وقوع أعمال عنف عندما رفضت المحكمة الدستورية طلب إعادة فرز الأصوات وصدقت على النتيجة. وقد تولى الرئيس علي بونغو السلطة في 2009 بعد وفاة والده الذي حكم البلد تجل النفط على مدى 42 عاما. قتل شخص جراء الإعصار ميجي الذي ضرب إقليم فوجيان جنوب الصين قادما من تايوان مصحوبا برياح تقترب سرعتها من 120 كيلومترا في الساعة. وأغلقت السلطات المدارس ونقلت أكثر من 120 ألف شخص يعملون قرب الساحل أو في البحر. وفي تايوان أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار ميجي إلى 5 قتلى ونحو 270 مصابا. وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 8000 شخص من منازلهم بسبب الإعصار. قال مسؤولون في الدفاع المدني الأمريكي إن أفراد الإطفاء يعملون جاهدين للسيطرة على حريق غابات اندلع في جبال سانتا كروز جنوب منطقة سان فرانسيسكو باي. وأضاف المسؤولون أن الحريق اندلع الاثنين الماضي والتهم أكثر من 1000 فدان على بعد نحو 16 كيلومترا شمال غربي بلدة مورغان هيل. وسط درجات حرارة تقترب من 38 درجة مئوية يحاول أفراد الإطفاء جاهدين السيطرة على حريق غابات اندلع في جبال سانتا كروز جنوبي منطقة سان فرانسيسكو باي، الأمر الذي أجبر مئات السكان على النزوح رغم صغر نطاق الحريق نسبيا. مسؤولون في مجال مكافحة الحرائق أعلنوا أن الحريق الذي سمي لوما شب الاثنين الماضي والتهم أكثر من 1000 فدان على بعد نحو 16 كيلومتر شمال غرب بلدة مورغان هيل، وأقام أفراد الإطفاء خطوط احتواء حول 5% من الحريق. مسؤول في إدارة المطافي في منطقة موراغا أوريندا قال إن الحريق يهدد نحو 300 منزل منتشر على طول شبكة من الطرق الريفية التي تمتد عبر وديان وتلال في منطقة سانتا كروز، الأمر الذي أدى لإجلاء مئات من السكان. ومع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة وجد أفراد الإطفاء الذين يعملون لاحتواء الحريق صعوبة في حماية المباني في المنطقة. ويرى مسؤول في إدارة المطافي أن الحريق الذي يأتي في ذروة موسم الحرائق بكاليفورنيا يمكن أن يتسع نطاقه، وأن حجم السيطرة على الحريق يعتمد بشكل كبير على مدى التقدم الذي سيحققه رجال الإطفاء قبل هبوب رياح شديدة. We'll be right back.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم وأهم الأخبار الاقتصادية بعد هذا الفاصل. فنان عراقي يصمم نماذج مصغرة لمعالم أثرية وأماكن مشهورة في بغداد من أعواد الثقاب. We'll be right back.